شنو والله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا لا بلوغ المنتهى، ونبرأ من كل حول وقوة إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح المقدمات السنوسية في كتاب المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية لسيد أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه بشرح العلامة الإمام السرقسطي. قال رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم في الحكم العادي، وبعد الانتهاء من الحكم العادي قال: وأما الحكم العقلي فهو إثبات أمر أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضع، وأقسامه ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. قال في الشرح: ولما فرغ من تعريف الحكم العقلي شرع الآن في تقسيمه، يعني في ذكر أقسامه، فقال: وأقسامه أي أقسام الحكم العقلي بمعنى المحكوم به، يعني ما الذي يحكم به؟ إما أن يحكم بالوجوب أو بالاستحالة أو بالجواز. إذن فأقسام الحكم بمعنى إيه؟ أقسام المحكوم إيه؟ به. وكثيرا ما يطلقون الحكم بذلك المعنى، يعني يطلقون الحكم ويريدون المحكوم به. قال بعضهم: إنه يطلق بطريق الاشتراك. ما معنى يطلق بطريق الاشتراك؟ يعني يا إما الحكم يكون بمعناه أو بمعنى المحكوم به، فهو مشترك. يعني إما أن يراد الحكم اللي هو إثبات أمر أو نفيه، أو يراد المحكوم به وهو الأقسام الثلاثة، فيكون في كلام المصنف رحمه الله تعالى استخدام. ما معنى كلمة استخدام؟ الاستخدام هو أن يذكر لفظ له معنيان فيراد به أحدهما، ثم يراد بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ معناه الآخر، أو يراد بأحد ضميريه أحد معنييه ثم بالآخر معناه الآخر. يعني إما أن يكون هناك ضمير واحد يرجع على اللفظ الذي له معنيان، فيذكر اللفظ بمعنى ويعود الضمير عليه بالمعنى الآخر، فهذا يسمى استخدام. مثل قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه،
فمن شهد منكم الشهر. كلمة الشهر لها معنيان، الشهر يعني الهلال، والشهر بمعنى الأيام الثلاثين أو التسع والعشرون. إذن ففي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، ما المراد بمشاهدة الشهر؟ يعني رؤية الإيه؟ الهلال. إذن فالشهر يعني الهلال، لأن الأشهر أو الأهلة عندما تظهر تدل على بداية الإيه؟ الشهر الجديد. فالشهور القمرية كيف تعرف؟ بالأهلة. إذن فمن شهد منكم الشهر، يعني من رأى منكم، شهد بمعنى رأى، رأى الهلال، فليصومه، لا يصوم الهلال وإنما يصوم الإيه؟ الأيام. إذن هذا هو إيه؟ الاستخدام. وهذا من مباحث علم الإيه؟ البلاغة. يبقى الاستخدام أن يكون اللفظ له إيه؟ معنيان، فيراد به أحدهما، ثم يراد بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ المعنى الآخر. زي ما قلت لكم فليصمه رجع على إيه؟ على الشهر، لكن بمعناه الآخر. يبقى هو اللفظ واحد ولكن له معنيان، فعندما يذكر يذكر بمعناه الشهر أي الهلال بأحد المعنيين، فليصمه أي الأيام، لأن الهلال لا يصام. هذا الذي شرحناه يسمى استخدام. أو يراد بأحد ضميريه أحد معنييه، يعني في ضميران سيعودان. هنا في المثال اللي في الآية ضمير واحد، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأحيانا يكون هناك ضميران فيرجع الضمير الأول بمعنى والثاني بمعنى آخر. فمثال الأول اللي هو ضمير واحد كما في الآية الكريمة فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومثال أيضا للأول كقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. يبقى السماء فيها معنيين، إذا نزل السماء المراد أراد به بالسماء المطر الغيث، وبالضمير رعيناه أي النبت. عندما قال إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، يعني رعينا النبات. والسماء يطلق عليهما. أما إذا كان هناك ضميران فكقوله فسقى الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي، أراد بأحد الضميرين الراجعين إلى الغضا وهو المجرور في الساكنيه، الساكنيه المكان، وبالآخر وهو منصوب في شبوه النار. وتطبيق، عايزين ننظر هنا في كلام الشارع عندما قال بعضهم إنه يطلق بطريق الاشتراك وعليه فيكون في كلام المصنف رحمه الله تعالى استخدام. عايزين نطبق على ما قاله، يعني قال هو بيقول هنا وأما الحكم العقلي فهو إثبات أمر أو نفيه، هذا هو معنى الحكم. إنما عندما قال وأقسامه
لم يرجع إلى أقسام إثبات أمر، وإنما رجع إلى أقسامه بمعنى المحكوم به بالمعنى الآخر. فهل فهمتم الاستخدام؟ هل فهمتم الاستخدام؟ ما سمعت ردا. ها؟ فهمتم أو لا؟ ما سمعت الرد. ها؟ فهمتم؟ طيب ليه هو فرض كفاية يعني أن يقول البعض فهمنا وأن يسكت الباقون؟ وعليه فيكون في كلام المصنف رحمه الله تعالى استخدام، وحينئذ فلا يحتاج إلى تكلف في عبارة المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به. يلا يا شيخ. وأقسامه قال المصنف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. وأقسام جمع اسم بكسر القاف، نحو حمل وأحمال. نحو حمل وأحمال، قسم أقسام: حمل، أحمال، قرب، أقرام. على هذا الوزن يعني فعل، أفعال، قسم، أقسام. وهذا بيانها ثلاثة: الأول الوجوب، وهو عبارة عن في قبول العدم. وهو الآن يفسر لك معنى الوجوب. الوجوب يعني نفي قبول العدم، فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. إذن فمعنى الواجب يعني نفي قبول العدم. يعني إيه الواجب؟ لا يقبل إلا الوجود، لا يقبل العدم. والثاني الاستحالة. والاستحالة هي عكس الإيه؟ الوجوب، يعني نفي قبول الوجود. وهو عبارة عن نفي قبول الوجود. والثالث الجواز، وهو عبارة عن قبولهما. إذن فهذه هي الأقسام التي يحكم بها العقل. إذن أقسامه يعني ما يحكم به العقل، إما أن يحكم بأن هذا واجب يعني لا يقبل النفي، أو مستحيل لا يقبل الوجود أو لا يقبل الثبوت، أو جائز أن يقبلهما. يقبلهما ليس معا، وإلا يكون جمع بين الإيه؟ النقيضين، يعني يقبلهما على سبيل البدل، يعني يقبل أحدهما تارة ويقبل الآخر تارة أخرى، أو يقبل واحد منهما إما هذا وإما ذاك. فإن قلت تقسيم الحكم العقلي إلى هذه الثلاثة، هل هو من باب تقسيم الكل إلى أجزائه أو الكلي إلى جزئياته؟ فالجواب: ليس من تقسيم الكل إلى أجزائه ولا الكلي إلى جزئياته، لعدم صدق المنقسم على كل واحد بانفراده. يعني يريد أن يقول لك هذه الأقسام ترجع إلى كل أو ترجع إلى كل؟ يعني هل هي من باب تقسيم الكل إذن فيكون المندرج تحتها أجزاء، فتكون الثلاثة أجزاء للحكم، فلا يكون الحكم إلا بها مجتمعة، فلا يسمى حكما عقليا إلا إذا اجتمعت فيه هذه الأجزاء، لأن الكل يتركب من أجزاء أو ينقسم إلى أجزاء، أو أنها من باب تقسيم الكل، والكل تندرج تحته الجزئيات. فهناك فرق بين الكل والكل. الكل ما تركب من أجزاء، أما الكل فهو الذي
يتركب من ايه؟ من جزئيات، فالذي تحت الكل جزئي. فالسؤال هنا، هل من تقسيم الكل إلى أجزائه أو من تقسيم الكل إلى جزئياته؟ إذن فليس ينفع أن يكون من هذا ولا ذاك، لعدم صدق المنقسم على كل واحد بانفراده. يعني ما معنى هذا؟ لا يصح ذلك إلا بتقدير مضاف، وهو ما ذكره بعد، وذلك لأن الحكم العقلي ليس نفس الثلاثة، فلا تكون أقساما له، لأن شرط القسمة صدق اسم المقسم على كل واحد من أقسامه، ولا يصدق على الوجوب والاستحالة والجواز اسم الحكم، وإنما يصدق عليها أنها محكوم بها، وقرينة الحذف جلية. يبقى إذن لابد هنا لكي نجعله يندرج تحت الكل، قلنا لا ينفع أن يكون من الكل، لأنه لا يصير الحكم العقلي إلا بها مجتمعة. فكما أن الكل لا يكون كلا إلا باجتماع الأجزاء، إذا أردنا أن نجعله من باب تقسيم الكل أو الكل، فإن قلت بناء على تقدير مضاف، وهو إثبات الوجوب وإثبات الاستحالة وإثبات الجواز، هل يصح أن يكون من باب تقسيم الكل إلى جزئيات؟ الجواب يصح. لماذا صح؟ إذا قدرنا المضاف لوجود الضابط. الأول قال لك لا يصح لأن الضابط غير إيه؟ موجود، وهو إيه؟ عدم صدق المنقسم على كل واحد بن إيه؟ بانفراده. أما إذا قلنا إثبات الاستحالة، إثبات الجواز، إثبات الإيه؟ الوجوب، هنا وجد الإيه؟ الضابط. ليه؟ لأنه يقال في كل واحد من الثلاثة إثبات، إثبات الوجوب، إثبات الاستحالة، إثبات الإيه؟ الجواز، وكل ذلك إيه؟ إثبات، والحكم هو إثبات أو إيه؟ أو نفي. إذن فصح هنا أو وجد الضابط. ويصح أن يقال الوجوب أو الاستحالة أو الجواز ده متعلق الحكم الإيه؟ العقلي، يعني ليس هو الحكم العقلي ولكن هو المتعلق. يبقى نعود إلى السؤال مرة أخرى، فنقول هل يصح أن نجعل، يعني مثلا هقول لك في اللغة العربية لما نجي نقسم فنقول كذا الكلمة تنقسم إلى كم قسم؟ اسم وفعل وإيه؟ وحرف. فهنا يصح أن نقول على كل واحدة من الثلاثة نقول كلمة. يبقى هنا أصبح إيه؟ هذا من باب تقسيم الكل إلى جزئيات. لكن لو كان لا يصح أن نقول الكلمة على واحد من الثلاثة بل على الثلاثة كلها، وهذا من باب إيه؟ تقسيم الكل إلى أجزائه. يعني مثلا كالكرسي، لا نقول على رجل واحدة أو على المقعد الذي نجلس عليه أو على المسند، لا نقول على كل واحد بانفراده إنه كرسي،
بل لا نقول على الكرسي إنه كرسي إلا باجتماع الأجزاء. يعني مثلا هذا البيت الذي نجلس فيه، هل نقول على السقف وحده إنه بيت، أو على الباب، أو على الأرض، ولا على الأجزاء كلها؟ فهذا يعتبر من باب تقسيم الكل إلى أجزائه. أما إذا جاز أن يطلق على كل واحد بانفراده أنه بيت، فهذا من باب تقسيم الكل إلى جزئيات. مثل هذا البيت الذي نسكن فيه بيت، والذي بجواره بيت، والذي فكل واحد بانفراده يسمى بيت. فإذا جاز أن يسمى كل واحد بانفراده بيتا، فهذا جزئي مندرج تحت الكلي، لأن كل بيت في الدنيا يقال له بيت بانفراده. أما إذا اشترط الاجتماع يقال له كل. فإذا طبقنا هذا، هل يقال على الوجوب حكم عقلي، وعلى الاستحالة والجواز حكم عقلي؟ إذا قدرنا مضاف، يعني المراد بالوجوب يعني إثبات الوجوب أو نفي الوجوب، أو الاستحالة إثباتها أو نفيها، والجواز إثباته أو نفيه، فرجعت الثلاثة إلى الحكم العقلي الذي هو إثبات أمر أو نفيه. يبقى هذا من باب على تقدير المضاف، فيكون هذا من باب تقسيم الكل إلى جزئيات. يبقى يصح، ولكن على على تقدير مضاف. وأيضا هناك جواب آخر، بدل ما تقول إثبات الوجود وإثبات إثبات الوجوب، صلح اعمل باء، هات القلم عشان نصلح في الكتاب اللي معاي، هات كده. يبقى عندك في الصدر اللي قبل الأخير، ألا ترى أنه يصح أن يقول إثبات الوجوب أو إثبات الاستحالة أو إثبات؟ فبدل ما تقدر يمكن أن تقول الوجوب والاستحالة والجواز ليس هو الحكم، وإنما هو متعلق الحكم، لأن الحكم العقلي عرفه بأنه إثبات أمر أو نفيه. فإذا كان هذا الإثبات وجوبا يسمى الواجب، وإذا كان استحاء وهكذا. هذه الثلاثة هي متعلق الحكم وليست هي الحكم. إذا ظهر لك معنى هذا الكلام، واضح؟ طيب اللي بعد. ووجه الحصر في الثلاثة أن كل ما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت فهو الواجب، أو يقبل النفي فقط فهو المستحيل، أو يقبلهما معا فهو الجائز. الآن يقول لك لماذا انحصرت أقسام الحكم العقلي في ثلاثة؟ قال الإمام الدردير رحمه الله تعالى: أقسام في الخريدة، أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب، ثم الاستحالة، ثم الجواز ثالث الأقسام. فلماذا انحصرت في ثلاثة؟ ليه؟ بعض الناس مثلا لا يفهم هذه القواعد العقلية، فيقول الأحكام العقلية كثيرة، من الذي قال لكم إنها ثلاثة؟ فهذا الذي يقول هذا، يعني يقول إن الأقسام غير منحصرة في ثلاثة، أعتبره أنه ليس من العقلاء، لأنه لو كان من العقلاء ما قال هذا الكلام. فنقول له: تعالى يا من تنكر قبل أن تتعلم، نقول لك إن ما يحكم به العقل لا يخرج عن هذه الثلاثة، يعني إما أن يقول لك واجب أو مستحيل أو جائز. فإن كنت تنفي هذا أو تنكره، فهات
القسمة الرباعية أو الخماسية، هات القسم الرابع. فلو استظهر بالثقلين لن يستطيع إلى ذلك سبيلا، لأن كل الأحكام العقلية لا تخرج عن هذه الثلاثة، وهذا ما يسموه حصر عقلي، لأن الحصر على ثلاثة أقسام: حصر عقلي، وحصر جعلي، وحصر استقرائي. فمثلا أقول لك العدد منحصر في نوعين، العدد إما زوج وإما، إذا أنت لم تسلم بهذا إذا فهات عدد لا زوج ولا فرد، أو يجمع بين الزوجية والفردية، فهل يمكن أن تفعل هذا؟ لن تفعله أبدا ولن يكون. وإن زعمت أنه يكون تخرج من زمرة العقلاء وتصبح في دائرة مين؟ المجانين. بل إن المجانين لا يقولون بهذا، في حصر عقلي زي حصر العدد في الزوج والفرد، وفي حصر استقرائي، والاستقراء إما أن يكون تام وإما أن يكون ناقص، وفي حصر جعلي يعني وضعي، زي مثلا عملنا دعوة في مناسبة فقلنا ندعو 50 يعني حصرناها في 50، أو ألفنا كتاب فجعلناه 100 صفحة أو 120، فهذا بجعل جائز. فالحصر إما أن يكون عقلي أو استقرائي أو جعلي. يلا. ووجه الحصر في الثلاثة أن كل ما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت فهو الواجب، أو يقبل النفي فقط فهو المستحيل، أو يقبلهما معا فهو الجائز. ولما كان تعريف الواجب والمستحيل والجائز يستلزم معرفة الوجوب والاستحالة والجواز لأنها أخص. هنا في سؤال مثلا دقيق، كانوا قديما يسألون في الدراسات العليا، هي إنسان يريد يحضر رسالة دكتوراه أو ماجستير، وهو يظن نفسه أنه علامة الدنيا، فإذا جلس بين يدي الأساتذة يسألونه أسئلة لا تخطر على باله، ممكن يكون يحفظ ليلا ونهارا، فيقول له ما الفرق بين الواجب والوجوب، أو بين الاستحالة والمستحيل؟ يعني مثلا هل الواجب هو الوجوب؟ يعني هو هنا الشيخ عرف عرف الواجب ولم يعرف الوجوب، وعرف الاستحالة ولم يعرف عرف المستحيل، المستحيل ولم يعرف الاستحالة. يبقى هو هنا بيسألك بيقول لك وعرف الجائز ولم يعرف الجواز. شوف كده الدقة، يعني هو هنا قال لك فالواجب، يبقى إذن هو بيعرف الواجب، وبعدين قال والمستحيل والجائز، لكنه لم يقل لك فالوجوب ولا فالاستحالة ولا الجواز. فيجي يسألك الشيخ أو الأستاذ سؤال، أنت طبعا تظن أنه سيسألك في مسائل يعني تحفظها أو ستقول لا، هو يقول لك يا ابني ما الفرق بين الوجوب والواجب، فلن تستطيع أن تتكلم، خلاص انتهى. من أول في الامتحانات دائما زي الحديث بتاع إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فالنجاح عند السؤال الأول، فإن انطلقت من الإجابة لأنه السؤال الأول المفتاح، فإذا لم تستطع أن تجيب عن الأول يبقى خلاص.
إلا إذا يعني قلبت الورقة فجعلت الأخير هو الأول حتى يكون هذا أسهل. يبقى شوف خد بالك شوف انتبه وافهم الواجب والمستحيل والجائز. ها ده خد بالك الواجب وايه تاني والوجوب وايه والمستحيل وايه والجائز والايه والجواز. فهو عمل ايه؟ ما هو الاعم؟ الاعم هو الواجب ولا الوجوب؟ لا هذه الاعم هو الوجوب. طيب هل الاعم هو المستحيل ولا الاستحاله؟ طب هل الأعم هو الجائز ولا الجواز؟ يبقى إذن ترك معرفة الأعم يعني لم يعرف الوجوب ولا الاستحالة ولا إيه ولا الجواز، وإنما عرف الإيه الأخص. ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم ولا عكس. فكأنه عندما عرف الوجوب ولم يعرف عرف الواجب ولم يعرف الوجوب، وعرف المستحيل ولم يعرف الاستحالة، وعرف الجائز ولم يعرف الجواز، عرفها ضمنا أو إيه التزاما، لأن معرفة الأخص يعني إذا عرف الأخص فهذا إيه يستلزم معرفة الأعم. أما إذا عرف لنا الوجوب وعرف لنا الاستحالة وعرف الجواز فيحتاج إلى تعريف الإيه الأخص. فإذا معرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم، أما العكس فلا. والمثال مثلا إنسان وحيوان، فين الخاص وفين العام؟ ها؟ إنسان ده أخص، فإذا عرف الأخص يبقى عرف الأعم. أما إذا عرف الحيوان يبقى لم يعرف الإيه؟ الإنسان، لأن الحيوان عام. زي إيه تاني؟ رسول ونبي. إذا عرف الرسالة يبقى عرف النبوة، لكن إذا عرف النبوة لم يعرف الإيه؟ يبقى أيهما ذي القاعدة؟ معرفة الإيه؟ ها؟ الأخص تستلزم معرفة الإيه؟ ليه؟ الواجب والمستحيل والجائز الثلاثة دي مشتقة، يعني الواجب مشتق من الوجوب، والمستحيل مشتق من إيه؟ والجائز مشتق من الإيه؟ فهي مصادرها يعني دي المصادر، والمشتق أخص من مصدره الذي اشتق منه. ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم دون العكس، فكأنه عرفهما معا عندما عرف الأخص، ولو عكس فعرف المصادر التي هي أعم لم يكن معرفا لما اشتق منها. واضح الكلام ولا ما واضحش؟ فإذا سئلت في لجنة الشفوي، لكن أين العلماء الذين يسألون هذه الأسئلة؟ كثير من الناس يغيب عنهم هذا. فإذا سئلت ما الفرق بين الواجب والوجوب، فكيف يكون الجواب؟ فإذا قلت الواجب أخص فقد نجحت في الامتحان، خلاص انتهى، هذا هو الجواب بكلمة واحدة. لكن لو كتبت صفحة كاملة دون أن تقول هذا أخص وهذا، يبقى لم تجب على السؤال. فالإجابة الصحيحة الذي يحصل على تقدير عالي إجابته قليلة محددة، أما الذي يعوم كده دون أن يصل إلى الشاطئ وربما يغرق. إنما المهارة أن تأتي بليه بالجواب بسرعة، فتقول الواجب أخص والوجوب أعم. لو قلت أخص يفهم بدلالة الالتزام أن الثاني أعم،
وانتهى الكلام. فخير الكلام ما قل وإيه ودل. سيدنا الإمام علي رضي الله عنه سئل، قالوا له عرف لنا العالم، فقال الذي يضع الشيء في موضعه، ده العلم. فسكت السائل وقال عرف لنا الجاهل، قال قد عرفت. لأن معرفة العالم تستلزم إيه؟ معرفة الإيه؟ الجاهل. الله يا شيخ محمد. ولما كان تعريف الواجب والمستحيل والجائز يستلزم معرفة الوجوب والاستحالة والجواز لأنها أخص، ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم، أشار إلى ذلك بقوله فالواجب الفاء فصيحة وأل للعهد. يعني لو قال لك يا بني لماذا لم يعرف الوجوب، قل له قد عرفه، لأنه عرف الواجب وهو أخص، فهذا يستلزم معرفة الوجوب الذي هو أعم. فإذا قلت هذا في الجواب يبقى الشيخ يطير من الفرحة، لا يملك إلا أن يعطيك الدرجة كاملة، إلا إذا كان من أهل الحقد يحقد عليك، هذه مشكلة أخرى. فالواجب الفاء فصيحة، يعني خد بالك، الحسد لا يكون على المال فقط ولا يكون على الجمال، وإنما الحسد أيضا يكون على العلم. ربما تجيب إجابة يعجب بها الأستاذ فيحسدك زملائك، فعليك أن تقرأ قبل الجواب، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالواجب الفاء فصيحة والأل للعهد. عارفين الفاء الفصيحة؟ ما معنى الفاء الفصيحة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أول ما تقرأ كده يقول لك يا ابني إيه معنى الفاء فصيحة؟ أجيبه، ما معنى الفاء إنها فصيحة؟ أنت مش عارف برضه؟ أو اللي مش عارف برضه فيها لها اسم آخر، فاء الفضيحة. لا أحد يعرف الفاء الفصيحة؟ قل له يا شيخ محمد. التي تفصح عن إيه؟ شرط مقدر محذوف. يعني إذا أردت أن تعرف الواجب فالواجب كذا، فهي تفصح عن شرط مقدر محذوف، وذلك سميت فاعل الفصيحة. نعم خلاص. وأل للعهد، عارفين أل للعهد؟ في أل للجنس، وفي أل للعهد، وفي أل للاستغراق. عارفين الفرق بين الثلاثة؟ شيخ طلحة، ما الفرق بين الثلاثة؟ العهد والجنس والاستغراق. نعم، الاستغراق بيصلح أن يكون بدل منها كل، ويصح الاستثناء بعدها، كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. معنى إن الإنسان يعني كل إنسان، هذه تستغرق جميع الأفراد. أما الجنسية لا ينظر فيها إلى الفرد، إلى الجنس بغض النظر عن الأفراد، كما تقول الرجل أفضل من المرأة أو الرجل أقوى، هذا ينظر فيها إلى طبيعة الرجل لا إلى أفراده. فقد تكون هناك امرأة في القوة بعشرين رجل تصارع ألف مثلا، فهنا ينظر فيها إلى إيه؟ إلى الطبيعة لا إلى الأفراد، اللي هي إيه؟ التي للجنس. زي ما تقول كده الذهب أنفس من الفضة، يعني المعدن وليس إيه؟ أفراد الذهب. واللاتي للعهد، العهد ينقسم إلى عهد ذكري وعهد ذهني.
الذكر كما في قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول يعني الرسول الذي أرسل المذكور له واضح وفي اللي في الذهن ولم يكن له في الكلام ذكر يلا شو فالواجب ما لا يتصور في العقل عدم ما أي معلوم أو مفهوم أو مذكور كالجنس ما يعني بيشرح لفظ ما يعني كأنه قال الواجب معلوم معلوم أو مفهوم أو مذكور أو شيء يعني كلمة ما في التعريف كالجنس لا نافية يتصور أي لا يحصل معنى لا يتصور يعني لا يحصل في العقل تصديق بذلك يتعلق بقوله لا يتصور في العقل يتعلق بقوله لا يتصور صور صورة لا يتصور صورة عدمه لا يتصور صورة يعني لا يتصور في الذهن يعني لا تكون له صورة عدمه ده كلام جديد عدمه أي ذلك المعلوم أو المفهوم أو المذكور أو ما خلقاته أي أفراده في العقل بل ليس الحاصل في العقل إلا وجود تلك المخلوقات لذلك المفهوم هذا هو المعنى الواجب الحاصل في العقل وجود تلك المصدقات لذلك المفهوم لا غير وقوله لا يتصور في العقل عدمه فصل يخرج به الجائز والمستحيل يعني لأن الجائز يتصور فيه الأمران والمستحيل لا يتصور فيه الوجود وبقي الحد لمحدود يعني بعد هذه القيود أصبح هذا التعريف ينطبق على المحدود اللي هو الواجب فقط وعدمه معناه وعدمه معناه لا يتصور إلا وجوده فظاهره أن كل واجب موجود وليس كذلك يعني لما تسمع كده تعريف الواجب ما لا يتصور في العقل عدم اللي معنى كده أن الواجب لا يكون إلا وليس كذلك ليس هذا هو المقصود ليه بل ثم شيء واجب لله تعالى وليس بموجود يعني مثلا الصفات المعنوية واجبة لكن هل هي موجودة الصفات السلبية واجبة هل هي موجودة لا وعلى هذا لا يقدر على ما ذكر أي لا يقدر شيء لخروج الصفات الواجبة التي ليست وجودية مع أنها واجبة وإنما يقدر ما لا يتصور في العقل إلا ثبوته فيكون ذلك شاملا لجميع ما يجب في حقه تعالى جل ثناؤه يعني معنى هذا أقول لك ما معنى لا يتصور في العقل عدمه إذا كان الواجب معناه أنه لا يتصور في العقل عدمه إذن فلا يتصور إلا وجوده مع أن هناك واجبات لله تعالى لا وجود لها مثل الوحدانية الوحدانية واجبة المخالفة الحوادث واجبة القدم واجب ولكنه ليس موجود وهناك أيضا واجب موجود زي العلم والذات موجودة إذن فنفسر معنى لا يتصور في العقل عدمه ليس معناها لا يتصور إلا وجوده وإنما يراد بالوجود الثبوت فيشمل الواجب الموجود مثل العلم والإرادة والواجب الثابت زي الصفات المعنوية والصفات السلبية فيشمل
جميع ما يجب في حقه تعالى. إذا فالواجب في حقه تعالى ليس جميع ما يجب في حق الله تعالى موجودا، بل هو إيه؟ ثابت. فكلمة ثابت تشمل إيه؟ الموجود وتشمل الحال وتشمل إيه؟ الصفات السلبية. نعم مولانا، يمكن أن نقول في تعريف الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، أي ما لا يتصور في العقل انتفاؤه. ما هو هذا الذي قاله الشيخ الدردير؟ قال عندما شرح الخريدة لم يعرف الواجب بهذا التعريف، لم يقل ما لا يتصور في العقل عدمه، إنما قال الواجب هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء، وقال هذا أحسن وأخسر في شرح الخريدة، وقال في المستحيل المنفي الذي لا يقبل الثبوت. هنا فيكون أشمل وأدق، وارجع إلى شرح الشيخ الدردير في الخريدة، هو الذي قال هذا. ويقول أيضا من باب الاختصار، ويقول الواجب هو ما لا يقبل الانتفاء. أحسن، فيكون هذا أحسن، ما لا يقبل الانتفاء. أما إذا قل ما لا يتصور في العقل عدمه، إذن لا يتصور إلا وجوده، مع أن هناك واجب وليس بموجود، كالصفات السلبية وكالصفات المعنوية. فلو قلنا بتعريف الشيخ الدرديري لكان يشمل الثابت، هذا يشمل ما هو موجود وما هو سلبي وما هو الحال، يعني الحال هو صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة، اللي هو الواسطة عند من يقول بها. نعم. وإن الطالب حين إيرادها يقول اشتراط كون الحد جامعا مانعا غير متفق عليه، فقد جوز. يعني بيقول لك إذا عرفت الواجب بهذا التعريف، ما لا يتصور في العقل عدمه، ما الذي يحدث؟ هيدخل في هذا الواجب الوجودي فقط، إذن فيكون التعريف غير جامع. ومن شرط التعريف أو الحد أن يكون جامعا مانعا، معنى جامع يعني يشمل كل أفراد، ومعنى مانع يعني يمنع غير أفراد المعرف من الدخول في التعريف. ممكن طالب العلم يقول من الذي اشترط هذا؟ يعني من الذي اشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا؟ صحيح هذا الشرط موجود عند المناطقة وعند أهل العلم، لكنه غير متفق عليه، يعني ليس محل اتفاق، ليس محل إجماع. فقد جوز بعضهم كونه غير جامع، يعني البعض أجاز أن يكون الحد غير جامع. يبقى إذن فعلى هذا الرأي يكون التعريف صحيحا. يعني كيف يكون التعريف غير جامع؟ يعني يكون أخص، وإذا كان أخص يبقى معناها لا يشمل كل أفراد المعرف، وإنما شمل بعضه، يعني كأنه عرف بعض الواجب ولم يعرف كل الواجب، خصوصا في التعاريف اللفظية التي منها هذا التعريف. لكن نأخذ برأي مين؟ بالرأي الأرجح أو بالرأي الذي عليه الجمهور، وهو أن هذا التعريف لا يكون جامعا ولا يكون مانعا. إذن فالتعريف الجامع هو تعريف مين؟ الشيخ الدردير ومن وافقه على ذلك. نعم.
فإن قلت هل يجوز أن تكون ما في قول المصنف رحمه الله تعالى ما لا يتصور في العقل واقعة على موجود أو شيء؟ فالجواب نعم يجوز، وحينئذ فلا ترد عليه السلوك، إذ هي ليست بموجودة ولا بشيء. يعني ممكن هنا نجي نخرج فنقول ما في قول المصنف واقع على موجود، يعني كأنه قال الواجب موجود لا يتصور في العقل عدم، أو الواجب شيء. ففي هذه الحالة لا ترد عليه السلوب، طالما لأن السلوب ليست بشيء وليست بموجودة، إذ هي ليست بموجودة ولا بشيء، ويكون التعريف قاصرا على واجب الوجود لذاته وهو الله تعالى، إذ لا واجب بالذات إلا هو، وعلى صفاته الذاتية سواء قلنا إنها واجبة الوجود لذاتها، يعني لذاتها أي لنفسها، يعني لذات الصفة كما وقع في عبارة بعضهم، وإليه يميل المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به، أو لموضوعها يعني الذات، يعني كأنه فيه البعض ومنهم الفخر الرازي قال إن الصفات ليست واجبة الوجود لنفسها، يعني للصفات نفسها، وإنما واجبة لإيه؟ بوجوب الذات. لكن المصنف اختار أنها واجبة الوجود لذاتها. يبقى إذا فسرنا ما يعني شيء أو موجود، يبقى في هذه الحالة لا تدخل لا تدخل السلوب. ليه؟ لأن السلوب لا يقال عليها شيء ولا يقال عليها موجودة. يعني هذا الكلام يشبه الاعتراض الذي قلنا إن على التعريف له ليس جامعا. نعم. ولما كان الواجب العقلي ينقسم إلى ستة أقسام: ذاتي وعرضي وإثباتي ومنفي وضروري ونظري. يعني احنا قلنا الواجب العقلي ينقسم إلى كم قسم؟ ستة. يقول لك ذاتي يعني الوجوب ذاتي، أو عرضي، أو إثباتي، أو منفي، أو ضروري، أو نظري. فهنا أراد أن يعرف لك أقسام هذا الواجب العقلي، فقال لك فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه إما ضرورة وإما نظرا. يعني هو ذكر قسمين، ضروري ونظري، والشيخ أراد أن يفسر ويشرح، الشيخ السرقسطي، فقسم إلى ذاتي وعرضي وإثباتي ونفي، أشار إلى الضروري والنظري ممثلا لكل واحد منهما بقوله إما ضرورة أي بديهة وهو ما يدركه العقل بلا تأمل، يعني الضروري يدرك بلا تأمل، كالتحيز. التحيز أي ثبوت التحيز للجرم، والجرم لا يكون إلا متحيزا، والمتحيز هو المانع غيره أن يحل حيث حل هو، والتحيز هو الممانعة نفسها، ومعناه نفي المداخلة لغيره معه في حيزه. فكل جرم لابد أن يشغل حيزا، يعني قدرا من الفراغ يمنع أن يشغله غيره. إذن فهذا إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري. الضروري لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى نظر، والنظر هو الذي يحتاج إلى إلى تفكر وإلى نظر. فالتحيز للجرم ده مثال مثال للضروري ولا للنظري؟
ومعنى التحيز يعني أخذ قدر ذاته من الفراغ بحيث يسكن فيه أو يتحرك. يسكن فيه إيه؟ أو يتحرك. طيب السكون ده هل محتاج إلى حيز آخر ولا نفس الحيز؟ يعني هذا الكوب شغل هذا الفراغ، شوف كده الفراغ ده شغله. لو جئت مثلا بشيء آخر، شوف الفراغ هنا محدد ارتفاع وطول وعرض، لو جئت بشيء آخر أضعه في نفس الفراغ لا يمكن عقلا. أنا وضعته سكن في هذه الثانية أو في هذه اللحظة، ثم جاءت اللحظة الأولى فهو إيه؟ ساكن في نفس الإيه؟ الحيز. إنما لو تحرك يبقى لازم يكون في حيز آخر، لأنه لا يمكن يتحرك في نفس الحيز. يبقى إذن ما معنى السكون وما معنى الحركة؟ ها؟ السكون كونان في آنين في مكان واحد، والحركة كونان في آنين في مكانين. أو نقول تعريف آخر، السكون هو إيه؟ الحصول أو الكون الأول، الكون الثاني في الحيز الأول. طب والحركة هي الكون الثاني في الحيز الإيه؟ الثاني، أو الكون الأول في الحيز الثاني، الكون الأول في الحيز الثاني. واضح؟ طيب يلا اقرأ. كالتحيز أي ثبوته للجرم، وهو أخذه قدر ذاته من الفراغ بحيث يسكن فيه أو يتحرك ويمنع غيره أن يحل محله. فإن وجوب هذا المعنى له ضروري للعقل فلا يقدر إلى تأمل. وأفاد بقوله مثلا أن التحيز لا يختص بالجرم فلا يخرج الجوهر الفرد. لأنه إذا قال مثلا كأنه ذكر مثالا، فمعنى هذا أن التحيز لا يختص بالجرم، الجرم اللي هو إيه؟ الجسم يعني المركب. أما الجوهر الفرد، فإذا قلنا أن التحيز خاص بالجرم خرج الجوهر الفرد، والجوهر الفرد ده لا بد أيضا من تحيزه، فالتحيز ليس خاصا بالإيه؟ بالجرم. وإما نظرا وهو ما يدركه العقل بعد التأمل، يعني بعد النظر والتأمل فيسمى إيه؟ واجب إيه؟ نظري. هنا لم يذكر إيه؟ لم يذكر، لا حيذكر، حيذكر أمثلة للإيه؟ للذات والعرض والإثبات والنفي. نعم. وإما نظرا وهو ما يدركه العقل بعد التأمل كوجوب القدم الذاتي لمولانا أي لخالقنا وناصرنا ومتولي أمورنا جل، اتصف بالرفعة التي لا تماثل، لا تماثل يعني ليس لها مثل، وتنزه عما لا يليق به، وعلى ارتفع عن أن يحاط بمنزلته الرفيعة. فإن وجوب هذا له إنما يدركه العقل بالتأمل فيما يترتب على نفيه من المستحيلات كالدور والتسلسل. يعني شوف كده، الأول جاب لك مثال للواجب الضروري اللي هو إيه؟ تحيز الجرم. أما المثال للواجب النظري كالقدم بالنسبة لله تعالى، فهذا يدركه العقل بالتأمل فيما يترتب على نفيه. يعني لو أننا نفينا عن الله تعالى القدم فماذا يكون؟ يعني ما معنى أنه سبحانه وتعالى قديم؟ القدم ضد الحدوث، فلو لم يكن قديما نفينا القدم لكان إيه؟ طيب ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث، ومحدثه إلى محدث، ومحدث محدثه إلى محدث، وهكذا. فإما الدور وإما الإيه؟ يبقى إذن
فعندما وصلنا إلى الدور والتسلسل أدركنا بالتأمل والنظر أن نفي القدم يلزم عليه الإيه؟ المستحيل الدور إيه؟ والتسلسل. ولكن هل هذا عرفناه بالضرورة ولا بالتأمل؟ يبقى بناء على هذا يكون إثبات أو وجوب القدم لمولانا تعالى هذا مثال للإيه؟ ها؟ للواجب الإيه؟ النظري. بيقول إنما يدركه العقل بالتأمل فيما يترتب على نفيه من المستحيلات كالدور والتسلسل وتعدد الإيه؟ الإله وتخصيص كل واحد منهم بنوع من الممكنات بلا مخص. هنا تكلم على إيه؟ على الدور إيه؟ طيب ما معنى الدور وما معنى التسلسل؟ الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه. إيه معنى توقف الشيء على ما يتوقف عليه؟ يعني هذا متوقف على هذا وهذا متوقف عليه. يبقى هذا متوقف على هذا وهذا متوقف على هذا. توقف الشيء على شيء آخر، هذا الشيء الآخر يتوقف عليه. ماذا اسمه هذا؟ دور. يعني مثلا أنا متوقف، أنت اسمك إيه؟ تعال كده. لا تريد الجرم، لا تريد أن تتحيز، وقف وقف كامل. أنت كده استند علي كده وأنا استند عليك، فأنا مستند على ما هو مستند علي. هذا هو إيه؟ الدور. يعني أنا مستند عليه وهو مستند، احنا ماشيين كده مع بعض في الشارع، أنا أعمل كده وهو يعمل كده. يعني أنا أتوكأ عليه وهو يستغل الفرصة فيتوكأ علي. فمن الذي يتوكأ على الآخر؟ كلانا متوكئ على صاحب. ده اسمه إيه؟ الدور. توقف الشيء على ما يتوقف عليه، يعني توقف الشيء على شيء يتوقف الشيء الثاني على الأول كما يتوقف الأول عليه. والمثال كما لو أوجد زيد عمرو وعمرو أوجد زيد. فمعنى هذا أن وجود عمرو متوقف على زيد ووجود زيد متوقف على عمرو. توقف عمرو على زيد وزيد نفسه توقف على مين؟ ها؟ عمرو. زيد أوجد عمرو وعمرو أوجد زيد. فمعنى هذا أن زيد وجوده متوقف على مين؟ على عمرو. وفي نفس الوقت عمرو متوقف وجوده على مين؟ على زيد. يبقى معنى هذا أن توقف عمرو على زيد الذي توقف على عمرو وتوقف زيد على عمرو الذي توقف على زيد، ده اسمه ده ايه ده؟ ها؟ اسمه دور. وهو مستحيل في العقل. لماذا؟ ليه؟ ما وجه استحالته؟ من يجيب؟ نعم؟ مش سامع. كيف؟ عايزين نشرح عشان الناس تفهم. الزيد والفاعل والمفعول. والفاعل؟ بس هو لم يفعل نفسه، ده فعل عمرو. هنا انفكت الجهة، وعمرو لم يفعل نفسه، إنما عارف إذا توقف، يعني مثلا نقول كده ألف وباء، بلاش زيد وعمرو. ألف وإيه؟ اعتبر زيد ألف وعمرو باء. مش كده؟ ألف متوقفة على باء وباء متوقفة على ألف، هذا يسمى الدور الصريح.
إنما ممكن يكون الدور مضمر، الدور الصريح اللي هو ما فيش واسطة. أما إذا كان في واسطة يعني ألف متوقفة على باء وباء متوقفة على ألف، هذا صريح. أما إذا كانت ألف متوقفة على باء بواسطة جيم، يعني معناه كذا ألف متوقفة على باء وباء متوقفة على جيم وجيم متوقفة على ألف، يبقى هنا في إيه؟ في واسطة. وممكن تكون واسطة واحدة، يعني ممكن يكون ألف متوقفة على باء وباء على جيم وجيم على دال ودال على ألف، يبقى أصبح إيه؟ ها؟ في إيه؟ في واسطة، اسمه دور إيه؟ مضمر. سواء كان الدور مضمرا أو صريحا فهو إيه؟ مستحيل أن يكون. أي شيء بالدور يبقى مستحيل. ومثلوا لذلك بالإيه؟ البيضة وإيه؟ والدجاجة. ده مين الأول؟ عارفين البيضة؟ طب أنت مش أكلت بيض؟ البيضة من أين جاءت؟ والدجاجة من أين جاءت؟ ها؟ لو قلنا بالدور يعني معناها إيه؟ نفي الإله، خلاص لا نحتاج إلى إله، لأن البيضة جاءت من الدجاجة والدجاجة جاءت من البيضة. إذن فما الحاجة إلى الإله أو إلى الصانع؟ يبقى لو كانت البيضة متوقفة على الدجاجة مش كده، والدجاجة على البيضة وهي منها والأخرى منها، يبقى معنى كده أن الشيء توقف على نفسه. يعني شوف كده، زيد أوجد عمرو وعمرو أوجد زيد، فمعنى هذا أن زيدا لكي يوجد عمرو يبقى معناه يكون زيد متقدم عليه، أليس كذلك؟ من المتأخر عمرو. طب لما نجي نعكس، عمرو هو اللي أوجد زيد، يبقى إيه؟ ها؟ عمرو هو المتقدم وزيد هو المتأخر، فاجتمع النقيضان هنا، أصبح زيد متقدم ومتأخر وعمرو متقدم ومتأخر. واضح كده؟ فرجعت كأن زيدا متوقف على زيد بس بواسطة عمرو، وعمرو متوقف على زيد بس بواسطة إيه؟ زيد. عمرو متوقف على عمرو بس بواسطة إيه؟ زيد. فهمتم كده ولا لسه؟ ما هي مسائل عقلية. يبقى إذن إذا كان زيد متوقف على عمرو وعمرو متوقف، يعني معناها سيؤول إلى أن وجود زيد متوقف على زيد. يبقى معنى وجود زيد متوقف على زيد نفسه، يبقى زيد متقدم على نفسه لكي يوجد نفسه، ومتأخر عنها لكي توجده نفسه. فصار متقدما متأخرا في نفس إيه؟ في نفس الوقت. وكذلك مين؟ وكذلك عمرو. إذن فالدور إيه؟ مستحيل. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أن الشيء موجود وغير موجود. ما هو موجود ليه؟ لأنه أوجد غيره، وغير موجود لأن غيره أوجده. فهذا مستحيل في العقل. يبقى استحالة الدور ظاهرة لكل من إيه؟ يدقق. فيجي الجماعة الملحدين يقول لك تعالى أنت بتقول البيضة من الدجاجة، طب نمشي كده في التسلسل، طب البيضة دي جاءت من هذه الدجاجة، ثم الدجاجة هذه جاءت من بيضة، ثم البيضة الأخرى جاءت من دجاجة، ثم الدجاجة، وهكذا حتى يصل يقول لك إلى البيضة الأولى والدجاجة الأولى. يبقى عارف لو قلنا بالدور معناه إيه؟ لا مش كده، ما فهمتش انت، انت عاوز تنفي الألوهية. لو قلنا بالدور ايه؟ مش هو بيقول لك كل بيضة جاءت من ايه؟ وكل دجاجة جاءت من بيضة، ف
فهذا معناه لا تكون هناك دجاجة أولى ولا بيضة أولى أبدا. لو فهمت أذن وقعتك، ما دامت كل يبقى ما فيش واحدة أولى أبدا خالص. فهمت كده؟ كل واحدة قبلها واحدة قبلها واحدة، وهكذا ما فيش لا دجاجة أولى ولا بيضة أولى، فيصل بك إلى نفي الصانع. لكن لو وصل إلى الدجاجة الأولى انقطعت السلسلة، لأنه في هذه الحالة لا يمكن أن تكون في بيضة أولى ودجاجة أولى، حتكون واحدة هي الأولى، هي اللي جابت الثانية. يبقى لما خلق الله تعالى الدجاج، خلق الدجاجة أولا ولا البيضة أولا؟ هذا هو السؤال المهم. ما الذي خلق أولا؟ الدجاج. الدجاجة. ثم أراد الله أن يتوالد أو يتكاثر، فكان التوالد يعني التكاثر عن طريق البيض لا عن طريق الولادة، أو يعني تلد كالأرنب أو كالحيوانات الأخرى، إنما تبيض. هذا نوع من من الخلق العظيم. وخلق الله الدجاجة ثم تكاثر الدجاج عن طريق البيض. فبهذا ترد على مين؟ على أهل الإلحاد. عرفت الدور؟ الدور معناه شيء توقف على شيء آخر والشيء الآخر توقف عليه، فمعناه كذا بكل صراحة الدور شيء توقف الشيء على نفسه. كأنك قلت العالم ده خلق نفسه أو أوجد نفسه، ومعنى الدور نفي الإله. وإذا أردنا كل أدلة المتكلمين ترجع إلى إبطال الدور والتسلسل. فإذا أردنا أن نقطع على أهل الإلحاد وإنكار وجود الله تعالى الطريق، فنقول لهم معنى كلامكم نفي الصانع، يعني ما فيش صانع ما فيش إله، أن العالم أوجد نفسه. هيقول نعم. قل له كيف يوجد العالم نفسه؟ فمعنى هذا أن العالم متقدم على نفسه لكي يوجد نفسه، ومتأخر عنها لأنه وجد متأخر. اللي يوجد هو المتقدم، وهو يكون موجد لنفسه وموجود بنفسه، فيكون موجود غير موجود ومتقدم ومتأخر. إذن الصور المحالات العقلية لما ذكرها الشيخ زكريا الأنصاري وصلها إلى 40 صورة، قال 40 كل ده يرجع إلى 4، يعني كل المحالات العقلية ترجع إلى 4. ما هي 4؟ الدور والتسلسل، وهي تاني الترجيح بلا مرجح، هي تاني نعم 4 حاجات اللي يرجع إليها اجتماع النقيضين والنقيضان والضدان والدور والتسلسل والترجيح بلا مرجح. دي اللي يرجع إليها كل الصور. يعني ممكن في أشياء ترجع إلى النقيضين أو ترجع إلى الضدين أو ترجع إلى الدور والتسلسل أو ترجع إلى الترجيح بلا مرجح، وكل 4 ترجع إلى 1، وهو اجتماع النقيضين. كده انتهت إلى شيء واحد. مثلا الترجيح بلا مرجح، هذا معناه اجتماع النقيضين، ترجيح بلا مرجح. يعني معنى كده اجتمعت المساواة وعدم المساواة، يبقى النقيضين. ترجيح بلا بلا مرجح، يبقى شيئان متساويان وفي نفس الوقت يرجح أحدهما على الآخر، فاجتمع النقيضان. فهمتم استحالة الدور؟ فهمتوا كده لسه؟ أما التسلسل، إيه معنى التسلسل؟ معناه بأن كل محدث قبله محدث لا إلى أول،
معنى ايه الدور الدور فهمتموه. بقي معنى التسلسل. التسلسل معناه ايه؟ ترتب الشيء على شيء قبله، والذي قبله على شيء قبله، الى لا اول، فتظل ايه السلسلة ليس لها اول. وهذا مستحيل ايه عقلا. ليه؟ لانه معنى التسلسل ترتب امور غير متناهية، فكل امر مترتب على الذي قبله، والذي قبله على الذي قبله، والذي قبله على الذي قبله. وبين الدور والتسلسل في اتصال. بمعنى ايه؟ لو ان هذا الشيء متوقف على هذا، وهذا على هذا، وهذا الى لا اول، هذا تسلسل. اما اذا رجع الى الاول فيكون دور. يعني مثلا نقول الف على باء، وباء على جيم، وجيم على دال، ودال على زال، وزال على واو، واو على عين، وعين على غين، وعين على ألف. إذا رجعت إلى الأول يكون دورا. أما إذا ظللت مستمرا فهذا هو التسلسل. والتسلسل إيه محال. لماذا؟ يعني يمكن استحالة الدور إيه ظاهرة، واستحالة التسلسل أيضا ظاهرة. ليه؟ قالوا تعالى لو كان التسلسل ده صحيح يبقى معناها إحنا نفسنا، وجودنا إحنا الآن متوقف على إيه؟ وجود كائنات أو مخلوقات قبلنا، ووجود الذي قبلنا متوقف على مخلوقات، والذي قبله على قبله. يبقى لو كان التسلسل صحيحا لا يمكن أن نوجد، لأننا مترتبين على موجودات قبلنا لا أول لها، فلا يمكن وجود الإيه. وضربوا على ذلك مثالا عقليا واضح جدا. بص كده سهل تفهمه بسرعة. هذا إيه الدرهم، مش كده؟ أنا سأعطيك الدرهم. لمن؟ أعطيه مثلا للشيخ محمد. يقول له يا شيخ محمد خذ الدرهم، مد كده يدك. أقول له لا، في شرط. ما هو الشرط؟ أقول لا أعطيك درهم، أي درهم، إلا إذا أعطيتك قبله درهم. وكل درهم تأخذه مشروط بدرهم قبله إلى لا أول. فما معنى هذا؟ أن هذا الدرهم لن يأخذه، لأنه مشروط لا أعطيك درهما إلا إذا أعطيتك قبله درهم. طب هات اللي قبله، يقول لك لا لازم تأخذ قبله، واللي قبله لازم تأخذ قبله، واللي إلى لا أول. يبقى ما معنى هذا؟ أنك لن تأخذ الدرهم. فلو كان التسلسل صحيحا لا يوجد، لا نوجد نحن أبدا، لأن وجودنا مترتب على موجودات غير متناهية. يبقى أصبح الدور والتسلسل إيه؟ باطلان عقلا. وبطلان الدور والتسلسل معناه إيه؟ انقطاع السلسلة. يعني إذا وصلت إلى البداية يبقى هذه نقطة الاعتراف بالإيه؟ بالصانع أو بالخالق. فإذا انقطعت سلسلة الكائنات فلا بد أن يكون هناك مكون وخالق لها وموجد من خارج السلسلة، لأنه لو دخل في السلسلة وهناك براهين ضربوها العلماء على إيه؟ على بطلان الإيه؟ الدور والتسلسل. أشهرها إيه؟ برهان اسمه برهان التطبيق. ايه برهان التطبيق ده؟ يعني قال افترض نجيب سلسلتان، سلسلة من وقتنا هذا الى لا اول، ما فيش او ملاش اول في الماضي، والسلسلة الثانية من زمن مين؟ من زمن سيدنا نوح، سموها السلسلة الطوفانية، والسلسلة اللي هي الان تسمى السلسلة الآنية. يبقى عندنا ايه؟ كل منهما لا بداية له، لكن واحدة فيهم ايه نهايتها. ما في طرف المستقبل وفي طرف الايه
الماضي، طرف الماضي ملوش ايه اول، اما النهايه السلسله الطوفانيه نهايتها عند الطوفان، يعني من الطوفان من ايام سيدنا نوح الى الان منقطعه، اما الانيه موجوده من الان الى لا اول. وناتي بالسلسلتين ونطبق كل حلقه على الاخرى، اسمه برهان التطبيق، يعني ناخذ حلقه من هذه من السلسله الانيه وحلقه من الايه من الطوفانيه. فما هو المفترض في العقل؟ اما ان ايه ان ينقضيان معا، يعني تنقضي هذه وتنقضي الايه، يعني سلسله حلقه 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 حتى تنتهي. فاذا انتهت الانيه والطوفانيه معناه ايه؟ معناه انقضاء ما لا ينقضي، لانها ايه، هذه لا اول لها وهذه لا اول لها، ومعناه ايه، مساواه الزائد بالناقص. اذا كان كل منهما لا تنتهي وواحدة فيهم آنية وهي تزيد قطعا على الطوفانية، والذي يزيد بقدر متناه فهو قطعا متناه، فمعنى هذا أن السلسلتين متناهيتين وغير متناهيتين، وهذا معناه الإيه؟ المستحيل الإيه؟ العقلي، أو الجمع بين النقيضين. وهذا يؤدي إلى وجود عددين مختلفين ولكنهما متساويان، وهذا لا يمكن أن يوجد، فكل عددين مختلفين غير متساويين، لا يمكن يكون في عددين مختلفين وإيه، وإلا كيف إيه كان مختلفين. خلاص كده الدور والتسلسل. يلا. ومثال الواجب الذاتي كوجوب مولانا جل وعلا. يبقى إذن نفي القدم هيؤدي إلى إيه؟ إلى الدور والتسلسل وإلى تعدد الإله، لأنه إذا لم يكن الإله قديما، إذا نفينا القدم وكان حادثا هيفتقر إلى إله آخر، يبقى هنا تعدد الإيه؟ الآلهة. فإن انتهى الأمر إلى عدد معين وانحصر فيه لزم الدور، إلا فالتسلسل إذا ذهب إلى غير أول، وتخصيص كل واحد منهم بنوع من الممكنات بلا مخصص. يعني إذا قلنا بأن الإله يتعدد، يبقى معناها لازم يحدث إيه؟ كل منهم يكون له إيه؟ كائنات يوجدها لا يشترك معه الآخر. طيب إذا كان كل منهما إله وقادر وقدرته غير متناهية، فكيف يخصص كل واحد منهما بنوع من الممكنات؟ هذا اسمه تخصيص بلا إيه؟ بلا مخصص، يعني زي إيه؟ زي الترجيح بلا مرجح. لأن اجتماع قدرات الآلهة أو الإلهين عند التعدد على ممكنات متحدة يلزم منه اجتماع مؤثرين أو أكثر على أثر واحد وهو محال، فلا بد من تخصيص كل إله بما يخلقه من الممكنات. ولهذا قال تعالى في كتابه أنه لو كان الإله متعدد، ماذا قال الله تعالى؟ لما اتخذ الله من ولد وما كان معه، إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني كل واحد منهم يخصص بنوع من الممكنات، لأنه إذا لم يخصص يبقى معناه حتجتمع قدرات الآلهة أو الإلهين على ممكن واحد، وهذا معناه اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو محال. إذن فلا بد من تخصيص ولا مخصص. ومثال الواجب الذاتي. ومثال الواجب الذاتي كوجوب مولانا جل وعلا. يعني ايه معنى واجب لذاتي؟ يعني لم يستمد او لم يستفد وجوده من غيره، فوجوده تعالى ذاتي، يعني لم يكن هذا الوجود من ايه؟ من غيره. ومثال الواجب العرضي. ومثال الواجب العرضي كدخول الصحابة العشرة الجنة.
يعني لماذا كان دخول مثل لك بالواجب؟ لأن دخول الصحابة اللي هم العشرة المبشرين بالجنة هذا ليس واجب ذاتي، وإنما واجب عرضي. ليه؟ لتعلق إرادة الله تعالى به. فدخول الصحابة الجنة إنما وجب لتعلق إرادة الله به لا لذاته، فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجب، بل هو في دائرة الجواز. يعني يجوز أن يدخل الجنة ويجوز أن لا يدخل، لكن لما تعلقت إرادة الله بذلك كان هذا واجبا، ولكنه ليس واجبا إيه؟ ذاته، إنما واجب عرضي. ومثال الواجب الإثباتي كإثبات الألوهية لله تعالى وسائر الكمالات، يعني نثبت الألوهية ونثبت العلم ونثبت الإرادة ونثبت القدرة، سائر الكمالات والحياة والسمع والبصر، كل هذا إيه؟ إثبات. أما النفي الضد، كنفي الإيه؟ النقائص عنه تعالى. يبقى الواجب هو إيه؟ إثبات الكمالات، هذا إيه؟ واجب إثباتي. أما الواجب المنفي، لأنه كما يجب عليك أن تثبت الكمالات يجب عليك أن تنفي النقائص. فالنفي إيه؟ واجب، والإثبات واجب. ولهذا كان الواجب العقلي ينقسم إلى إيه؟ إلى ستة: ذاتي وعرضي. وعرفنا الذاتي وعرفنا العرض، وإثبات ونفي. الإثبات كإثبات الكمالات، والنفي كنفي الإيه؟ النقائص، والضروري كتحيز الإيه؟ الجرم، والنظر كإثبات القدم لمين؟ لمولانا تبارك وتعالى. هنقف إلى هنا، لأنه لو زدنا هيؤدي إلى الدور وإيه؟ والتسلسل. والله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل صلاة، أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري. اللهم صل أوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلومات كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك. الثلاثة كده ولا اثنين؟ فين الثالث؟ اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. خلاص، في شيء أسئلة أو غير ذلك؟